على امتداد خرائط البلدان وفي طبقات الجو وأعالي البحار. تمر الأيام وتتعاقب الأجيال، وتختلف الوقائع باختلاف مسرح الحدث، ووحده التاريخ لا يتوقف. يصل الماضي بالحاضر، وباستعراض شريط الذاكرة يستمر الماضي المستمر مع عبد العظيم. في مثل هذا اليوم من عام 1941 بدأ الاتحاد السوفيتي هجومه المضاد ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وفي هذا اليوم من عام 1956 اعتقلت القوات الجنوب أفريقية المناضلة نيلسون مانديلا و156 من رفاقه بسبب نشاطاتهم السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري. وفي هذا اليوم من عام 1980 افتتحت في القاهرة أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق الأوسط. وفي هذا اليوم من عام 2017 ابتعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل البعد عن جوهر نصوص القرارات الدولية، وارتكب جريمة سياسية معترفاً بالقدس عاصمة مزعومة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. أما أهم من ولد في هذا اليوم فهو المولود عام 1917 مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان كمال جنبلاط.